أهلا وسهلا فيكم في برنامج سنيور الرمضاني قلوب دافية. بشهر الخير والكرم شعارنا هو قلوب دافية، واللي فيه بنجمع بين حب الأكل والمساهمة في نشر الخير. في كل حلقة رح نقدم لكم وصفة كتير طيبة وسهلة لإفطاركم، وكمان مسابقة وجوائز كتيرة. واليوم رح أحضر معكم طبق السمبوسك بنكهات مختلفة من سنيورة، اللي بيميزها حشواتها جاهزة وما عليكم إلا تقلوها أو تحطوها بالإير فراير. تعالوا شوفوا معي كيف رح أحضرها. بنطول حبات السمبوسك المفرزة، منرتبها ومنحطها بالإير فراير، ندهنها بالزيت وبتحطوها وبتعيروا الوقت والحرارة حسب الجهاز اللي عندكم، أو إذا بتحبوا بتقدروا ترتبوها بصينية وتحطوها بالفرن. ما تنسوا تحطوا تحتها ورق زبدة، بتدهنوها بالزيت، بتعيروا الفرن حرارة 190 من فوق وتحت لمدة 7 دقايق، وهيك الطبق بيكون جاهز. شوفوا ما أسرعها وما أسهلها. بس قبل ما أختم، اللي بيعرف بأي سنة أسست شركة سنيورا يكتب لنا بالتعليقات حتى يدخل بالسحب على صندوق سنيورا الرمضاني. ما تنسوا تنشروا المحبة بين الناس، سواء بابتسامة بسيطة أو وجبة طيبة، واستنوني في الحلقات الجاي بوصفات جديدة.